خلوني استأذنكم في انه معنا تقرير، والتقرير ده تقدر تقول عليه كده على حاجة اسمها المكت اليدوي، حرفة مصرية أصلي. طيب عم سيد يبهر الشارع السكندري بشغل المكت، طب تعالوا نشوف عم سيد تحديدا بيعمل ايه وشغله على اي مستوى من الإبهار. تقرير ونكمل الكلام. الفن الجميل ده أكبر نعمة أعطاني ربنا سبحانه وتعالى. أنا طول عمري وأنا صغير كان بيطلق عليا الفنان الصغير، كنت بين الحصص يطلعوني أرسم على السبورة والأولاد يبصوا لي. البداية كنت أكتر من 20 سنة فكرة على فترات متقاطعة، وحقل الفنون ده كان متسع بالنسبة لي وبتقلب فيه. لما ابتديت أشتغل في الأكلات مأكولات، ابتديت أشتغل في إيه؟ التورتة، الجاتو، الكفتة، بيض الأومليت، وابتديت أتجرأ أقول في حالي طب ما أعمل ده، ما أعمل ده. عملت ممبار، عملت معظم المأكولات يعني بشكل جميل. أبص للحاجة اللي أنا بشتغل فيها بدقة شديدة جدا وما وراءها، وأبص برضو للمكونات اللي حوالين مني والبدائل، أشوف أحط إيه بدل إيه والتأثير أقوى، وأدمج حاجات مع حاجات. لما بنزل الشارع بديت أمسك عشان قطعة الفنية بتاعتي عبارة عن صواني جاتو أو تورتة أو أي مأكولات وأنزل بيها. أنا عايز أنشر فني بطريقة مش كلاسيكي برضو، وبطريقة مباشرة ما أشوف رد فعل الجمهور والناس. كنت بمسك الصينية وأمشي بيها بخطوة ممشوقة وعلى بعد 6 أمتار أو 10 أمتار ابتسامتي بتسبقني للقادمين، إذا كان الأسرة أو جروب، أي جروب يعني اختبار حضرتك، وأميل الصينية من السريع. اللي جاي من بعيد بيعتقد إن هي حقيقي، وكل ما يقرب والآخر لحظة وهو وبقول له نو تاتش يعني، آخر لحظة بيعتقد إن هي حقيقي كويس، فأنا بميلها كده فبيبتدوا يعرفوا إن هي ماكت، فبيبقى في علامات استفهام بقراها في عيون حبايبي، فابتدي أنا أتدرج أبتسم ابتسامتي جديد وحواري بيطول، واقول لهم ده ماكت، ده هاند ميد، ده شغلي انا اللي بعمله، صفحتي على الفيسبوك كذا وتليفوني كذا، يبتدوا يتصوروا معايا وعلاقتي بسوق الصداقات. نفسي ارقى بشغلي لاعلى مستوى واجد من يقدره ويتجاوب معايا.